رايحين لوين؟ نظف الشات؟ أنا نظف الشات؟ أوه دادي بيعمل سكتة قلبي بيروح فيها إذا بيعرف إنه أنا بدي أحمل مكنسة بإيدي ونظف الشات. بدك تنظف الشات بالمكنسة دليدا؟ دليدا ما بتعرف بهيك إشي أصلاً، حياتها مش شايفة مكنسة. دلود بينظفوا الشط بإيديهم. بإيديهم؟ أوه كمان إذا دادي بيعرف بيقتلني. بتعرفي مش منيحة لشرف العيلة. هاي هاي دلود، وين كمال؟ منو جاي هلأ؟ بس أكيد منو جاي بعد الظهر. أنا حرزان يجي بعد الظهر. طبعا تأخرت على الصف، شوفكم بالكافيتيريا على الغدا، اوكي؟ شو مجدوبة انت او مجدوبة انت؟ ليش؟ عرفتي بيكرهه لكمال وبيغار منه، عشو عم تسأليني عنه قدامه؟ رامي ما بيكرهه لكمال، بعدين ليش بده يغار منه؟ لينا ما تستهبلي قدامي، بتعرفي انه رامي معجب فيكي. بيناتنا لحظة بس مطنشة. لأنه عاجبك كمان؟ مش بس بيعجبني، يا مغرومة في غرام. وهو مش معبرني. يا لينا يا حبيبتي، كمال ابن جيراني وربياني انا وياه، ما باله هلا بيطق الحنك، روقي بالك عليه شوي. يا دليدا بشرفك شو شايفتيني عامله؟ هي اللي مروقته. لك اخ يا صاحبتي، ثنيتنا مغرومين غرام من طرف واحد. بشرفك دليدا سكتي بضربك؟ هلا انا غرامي غرام وانت غرامك غرام؟ لا لينا، يمكن غرامي يطلع اهم من غرامك. يا تقبريني انا مغرومه بشاب معي بالجامعه بشوفك اليوم بيشوفني، انت مغرومتي لي بهونيك مطرب، حياتك ما ممكن توصلي له. مين قال لك ما رح اوصل له؟ رح اوصل له ورح اتلقط فيه ورح خليه ينغرم فيي ورح بوسه. لك شو بوسه؟ لك اذا انا اتلقط فيه لك بدي اهري بوس. رح اتجوز معه. لينا مش لبقين سوا؟ انت اكثر شيء رح تبوسي صورته لعهلك للسر، ولا بقول لك الصوره اللي فوق تختك. شي هوس يا ابني. بكرهها الحي هي وصاحبتها اللي اسمها لينا. انا كمان بكرهها، ولكن نانسي ما بدي ضايقي، بس حاسه انه رامي ضارب عينه على هيدي اللي اسمها لينا. بقى شوف شو بدك تعمل. شو جنيتي انت؟ رامي ليل نهار بيركض وراي بس انا اللي زبلته. اصلا بالمنطق معقول رامي يطلع بلينا او بداليدا وانا موجوده؟ كل شيء معقول. لا مش معقول. ليكي شوفي اوجع ننوس. حبيبتي I miss you. كيفك رامي؟ كيفك نانسي؟ منيحة؟ هاي نانسي. كيفك لاما؟ انتو كيف؟ شو عاملين اليوم؟ بدكن نعمل شي سوا؟ او نانسي ما في، مش قادرة، دادي عامل عزيمة عشاء بالبيت وضروري يكون موجودة، وانا عندي ظهرة مع ناس اصحابي. وانت رامي؟ انا اذا بدك نعمل شي بالويكند لانه بكره جامعة. بس ناسي انه السبت دعينا بالجامعة لحتى ننظف الشط بلبنان. شو انتم مش رايحين؟ رايحين لوين؟ ننظف الشط؟ أنا نظف الشات؟ أوه دادي بيعمل سكتة قلبي بيروح فيها إذا بيعرف إنه أنا بدي أحمل مكنسة بإيدي ونظف الشات. بدك تنظف الشات بالمكنسة دليدا؟ دليدا ما بتعرف بهيك إشي أصلاً، حياتها مش شايفة مكنسة. دلود بينظفوا الشات بإيديهم. بإيديهم؟ أوه كمان إذا دادي بيعرف بيقتلني. بتعرفي مش منيحة لشرف العيلة. بس إذا مصرة نانسي تنطفي شط بإيديكي ببعتلك من عنا من القصر شي 5-6 خدام بيساعدوكي. ما بعرف. أوكي باي باي. شوفي باي. ستيري قتلت حالة ولا بعد؟ بتصور رح تقتل لما. شو بحب سما وقهر هالمخلوقة، مفكرة حالها حلوة بس لأنه غنية. ما أنت ما تزيديها، ما عملت شي. عزمتنا عزمتنا ننظف الشط بإيدينا رامي. بتعرف إنه دادي دومت ما بيخليني ننظف الشط بإيدي. قبل ما تقلعي طلع إنه ما في حدا غريب، بنعرف إنه دادي مش مليونير. بقى دادي دومت ما نمل. لك بكرهها بكرهها وبكرهه إله كمان. سوري دليدا إنه السيارة مش قد المقام. بعرف، بس شو بدي أعمل إذا دادي عايز الشوفير؟ ما قدر بعت لي اليوم. الشوفير دادي هو اللي وصلك الصبح يا ملكة الغال؟ لا حياتي جيت بالتاكسي. دليدا أوكي جيت بالباص. ما بصدق إنه بعدي بكذب علينا أوقات. ولا ما قصدي، بس الكذب أخد على لساني. قديه بجرب أعمل كنترول ما بقدر، الكذب بتطلع لحالها. لينا دوري لي هالراديو شوي خليني اسمع شغلي لحبيب قلبي بركي يطلع حظي حلو قبل ما اروح على شغلي. سابقتنا بعدها مستمرة. رح عيد السؤال، مطرب شاب برز على الساحة الفنية من 5 سنين، اغنيته الجديدة احتلت المرتبة الاولى بالتوب 10 لثلاث اسابيع متتالية.
رامي، بكره بس اتجوز رمزي رح خليه يجيب لك سياره جديده. باي. الله يساعدنا عليها البنت، عن جد عايشه بالحلم. هلا قد ما بدك تنزلي معها؟ ليش بدي انزل معها؟ ما انا نازله على شغلها. بركي انا بدك تسلمي على كمال، هو ما بيشتغل هون دخليك؟ بتعرف انه بيشتغل هون، ليش عم تسال؟ ما بعرف، بركي ترك. لا ما ترك. طيب على بالك نشرب شيء قبل ما وصلك على البيت؟ بركي مره ثانيه، عن جد عندي كثير درس. وين جاي على جامعة الظهر؟ ما قدرت، ثلاث ساعات بيك مشغلة. انت لا تاخرتي، كاتي على ساعة عم تسأل عني. انقطعت مع رامي السيارة دليدا. تأخرنا بالجامعة. الحمد لله على سلامة ست دليدا. حرام، انقطعت مع رامي السيارة ودليدا ايش كفة ركض. ايه جيت ركض. ما بيهمني كيف جيتي، ما بفهم. تأخرتي نص ساعة بدك تشتغليها. مدام كاتيا، بيي مريض وماما وحدا بالمستشفى. مريض صحيح، ما بيهمني. تاني مرة بتجي على الوقت بتفلي على الوقت. وحشة، بلا أخلاق، بلا قلب، بلا إحساس. بلا بيي مريض بتقلي ما خصني داعي على الشغل؟ عم ضومة مريض؟ لا، بس بركي مريض شي نهار، ما بدي أضطر أروح أقعد معه بالمستشفى. بلا إحساس. عفوقك مولا، في ناس سألوا عنك اليوم بالجامعة واستفقدوا لك، بس ما رح أقول لك مين. يا ريت اللي ببالي بيسألوا عني. سيارتك كتير حلوة. ميرسي. دادي كان يسوقها هيديك السنة. هيديك السنة؟ هيدي موديل السنة؟ ايه ما دادي بيعمل اوردر على الشركة وبيبعتوا له دايما سيارة السنة اللي جاية قبل بوقت وقبل ما تنزل على السوق. مشان هيك وهلا عم بيسوق سيارة السنة اللي جاية. شو بيشتغل دادي؟ اوف، شو اللي ما بيشتغل؟ عمار، بنايات، املاك، مصانع، شركات كبيرة، كل شيء تقريبا. كثير. حسيت حالي كأني شي أميرة وهو أميري. لا تخني. قومي يا لك شو الكل مجتمع هون؟ عدو وسكتوا، دليدا عم تحكي. عيب يا ميمي. قال لي اني كتير حلوة، تغزل فيي. لو بتشوفوا قدي كلاس وقدي بيحكي حلو. لو بتشوفوا عيونه، حواجبه، شفافه، تمه، شعراته، صباته، سيارته. دليدا